السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. متعكم الله بالصحة والعافية دائما. ما خلق الله من داء إلا وجعل له دواء، وجعل من أسرار الشفاء ومن أسباب الشفاء الأطباء. بإذن الله تعالى نستكمل الحديث مع حضراتكم والحلقات المخصصة لتكيس الموبايل، حيث أصبح العلم والطب ممارسة مهنية دولية، وهناك مسؤولية أممية عن مواجهة الأمراض، حيث أطلقت منظمة الصحة العالمية صيحة تحذير من انتشار داء تكيس الموبايل الذي يستشري انتشار وبائي في العالم قاطبة وفي مناطق مخصصة من العالم. وصاحب ده الاهتمام من الحكومة والدولة المصرية بمبادرات لتحسين صحة المصريين، خاصة في ظل انتشار الأمراض السارية غير المنقولة بالوبائيات، والتي أثبتت تأثيرها على الصحة العامة وعلى ميزانية الدولة. وكان منها مرض تكيس المبايض اللي أطلقت منظمة الصحة العالمية صيحة تحذير منه، واللي بنقوم بدورنا في هذا البرنامج بالتوعية منه ونفرض له حلقات كثيرة، خاصة انتشار المرض الانتشار الشديد في الفترة الأخيرة، صاحبه أو كان متسببا فيه تغير العادات الغذائية والأنظمة الغذائية ونوعية الطعام والضغوط الحياتية والوزن. وهذا ما أثبتته الأبحاث، وهذا ما نحاول أن نواجهه في هذه الحلقات. متعكم الله بالصحة والعافية. نستكمل مع حضراتكم ونستعرض سريعا الصور اللي معانا، ونبدأ بأول صورة ونفكر حضراتكم أن زيارة الصورة الكلاسيكية المتعارف عليها لمريضة تكيس الموبايل. نقدر كده عين ذات خبرة تبقى سيدة ماشية في الشارع يشوف الصورة دي يبقى عارف انها مريضة تكيس موبايل. سيدة ممتلئة بدينة، عندها بشرة دهنية، في حبوب في الوجه او في الجبهة او في الكتفين، في تساقط في شعر الراس وتراجع شعر الراس، وبالتالي منطقة الجبهة او القورة زي ما نقول في مصر كده بتبقى عريضة شوية. دي الصورة الكلاسيكية، لكن ليست الصورة الموجودة في كل الحالات، وليست كل الحالات تتبع هذا، وفي حالات استثناء ومخالفة لهذا زي ما قلنا وورينا لحضراتكم ان ده بيؤثر في اي وزن، مش لازم واحدة بدينة. وزي ما هنشوف ونأكد تاني النهاردة ان 50% من مريضات تكيس الموبايل لم يتم تشخيصهم بعد، وبالتالي لا عجب لما واحدة تروح لعيادة متخصصة وحد يقول لها ان عندك تكيس موبايل ما تستعجبش وما تقولش لا انا مش بالشكل الكلاسيكي ده. لكن دي الصورة الكلاسيكية الحقيقة. نشوف الصورة اللي بعديها. تزايد نسبة تكيس المبايض في العالم كله، أصبح مشكلة تؤرق السيدات، وكل سيدة في العالم بقت تسأل نفسها هل أنا مريضة تكيس مبايض نعم أم لا، لأنه أكثر الأمراض الهرمونية انتشارا وأكثر أسباب تأخر الحمل، وهو السبب الرئيسي في ظهور طائفة من الأطباء اسمهم أطباء تأخر الحمل، هو تكيس المبايض، والذي يعرف بوليسيستيك أوفاريان ديزيز، ثم أصبح بوليسيستيك أوفاريان سيندروم متلازمة تكيس المبايض، والتي تنطقها الأمريكيات باسم بيكوز اختصارا للجمل الحروف اللي قدام حضراتكم، بعد ما كان المرض يعرف باسم شتاين وليفنثال اللي هم الأطباء الأمريكان اللي اكتشفوه. نشوف الصورة اللي بعديها. هذه الصورة اللي بتقول منظمة الصحة العالمية بتقول ان تكيس المبايض ينتشر انتشار وبائي اتس هيدن ابيديميك، هو الوباء الخفي اللي مش ظاهر، اللي مش واضح، اللي مش واضح انتشاره بين الناس، واللي ناس كتير مدياله ظهرها، واللي يتطلب تكاتف السيدات ومعرفتهم الصحية والتثقيفية اللي بنقوم بيها هنا عشان نرفع درجة الوعي عن تكيس المبايض لنستطيع مواجهة هذا الوباء. اتس هيدن ابيديميك، الوباء الخفي الذي لا يعترف الكثيرون بوجوده. نشوف الصورة اللي بعديها. ايه السبب في تكيس المبايض؟ هذه هي الاسباب. اول حاجة في عندنا كده تناغم بين ثلاث حاجات. اول حاجة اللي باللون الاصفر ده سسبتابيليتي جين، في استعداد جيني ووراثي لاصابة السيدات بتكيس المبايض، يعني الستات اللي بيجي لها المرض ده ربنا خلقهم باستعداد للاصابة بده، عندهم حاجة في جيناتهم اثبت الطب كده بتخليهم مرشحات للاصابة بهذا المرض. لكن نشوف الصورة اللي باللون الاخضر اللي تحت على يمين الشاشة، موديفايد جينز، كمان بيبقى عندهم استعداد وراثي عالي للإصابة بمرض السكر، والاستعداد الوراثي للإصابة بالسكر ده اللي بيخلق ما نسميه بمقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين اللي ناقشناها في حلقات قبل كده واللي هنأكد عليها تاني. أما الدايرة اللي في شمال الشاشة تحت قدام حضراتكم environment، عوامل بيئية، عوامل محيطة بالسيدة دي، اللي هي مثلا نظام التغذية ونظام الحياة والمجهود والرياضة ونوعية الغذاء وتوقيت الأكل والسمنة، دي العوامل اللي بتتداخل مع الاستعداد الوراثي للإصابة بهذا المرض والاستعداد الوراثي للإصابة بالسكر ومقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين
التلات عوامل دول يندمجوا مع بعض لإظهار مرض تكيس المبايض. كمان هيضيف على ده الاسترس. أثبت العلم أن الضغوط الحياتية والمجتمعية والضغوط الحياتية ورفع مستوى الضغوط النفسية دي يؤثر بزيادة معدلات هذا المرض. ونشوف النسبة اللي بنتكلم عليها، نشوف الصورة اللي بعديها، وبالتالي تكيس المبايض. وهوري حضراتكم الصورة دي أكتر من مرة وشفتها كذا مرة وهأكد عليها تاني، هو تناغم للعوامل دي. اوفر ايتينج كاربوهيدراتس، بتاكل نشويات بصوره عاليه. ليتل اكسرسايز، مفيش ممارسه رياضه. الصوره الثالثه اوفر ويت، زياده مضطرده في الوزن في منطقه البطن. والستريس، الاربع عوامل دول يندمجوا يسببوا تكيس المبايض. نشوف الصوره اللي بعديها ونشوف الحكومه الامريكيه اعلنت ايه. اعلنت ان دي نسبه الاصابه بتكيس المبايض. عشان الناس اللي تقول ان احنا بنتكلم على، في ابحاث قديمه بتقول ده 5% من السيدات، وفي بتقول 10%، واحد من كل 10 سيدات. دي ابحاث من عدة سنوات كمان، النسبة زادت عن كده. ونقرأ اللي مكتوب لما نقرب للصورة. من 8 ل 20% من السيدات في الريبرودكتيف ايج وورلد وايد، 8 ل 20%، وصلت النسبة ل 20%، خمس السيدات في مناطق في العالم اللي في سن الحمل والإنجاب مصابات بتكيس المبايض. للأسف الشديد النسبة زادت إلى 30% تقريبا في بعض مناطق العالم، وللأسف منطقتنا كانت من المناطق دي. بس نشوف السطر اللي تحته بيقول إن في 5 مليون سيدة من مريضات من السيدات في الولايات المتحدة الأمريكية مصابة بتكيس المبايض. على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية من المناطق اللي فيها سن عالية، لكن ما عندهمش استعداد وراثي عالي للمرض ده، وبالتالي نسبة المرض مش منتشرة قوي في الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم أنها من المناطق اللي فيها سن زيادة، لكن كمان الانتشار المرض مش عالي، الحكومة الأمريكية تأن، ووريت حضراتكم وحوري حضراتكم تاني، 4.3 بليون دولار يتم صرفها سنويا بواسطة الحكومة الأمريكية في برامج التأمين الصحي لعلاج تكيس المبايض ومضاعفاته وأعراضه، وبالتالي حمل ثقيل على أقوى ميزانيات العالم. فببالنا بالدول الناشئة اللي مصر والسعودية ومنطقة الشرق الأوسط والهند زي ما هنعرض في حلقات قادمة بتعاني من المرض ده جدا، وبالتالي الحمل الاقتصادي على المرض ده. وبالتالي كان التوجه للحكومة المصرية بعلاج الأمراض الغير السارية وتحسين المستوى الصحي والمستوى التثقيفي والمجتمعي عن الغذاء ونوعية الأغذية كان توجه صحيح تماما. نشوف الصورة اللي بعديها اللي بتقول إن منطقتنا العربية، الصورة دي بتبين معدل السمنة في السيدات اللي سنهم تقريبا 15 سنة أو أكتر. أي سيدات، آنسات، فتيات، سيدات فوق سن 15 سنة، حاولنا نشوف معدل السمنة فيهم. الإحصاء ده سنة 2010، الإحصاء ده زاد أكتر من كده. خدوا معدل السمنة ان يبقى معدل كتلة الجسم، معامل كتلة الجسم اكتر من 25، وده الحقيقة سمنة واضحة يعني. قالوا ان ده نسبته وصلت الى 80% او اكتر في المناطق المزللة بالاحمر. منطقتنا العربية فيها دولتين عربيتين كبيرتين، العدد السكان اللي فيهم لوحده يمثل تقريبا 130-140 مليون من سكان الوطن العربي مظللين باللون الأحمر. يبقى معدلات السمنة عندنا متزايدة، ومعدلات السمنة المتزايدة دي مرتبطة باستعداد وراثي وجيني للإصابة بالسكر، واستعداد وراثي للإصابة بهذا المرض. وبالتالي لا عجب أن منطقتنا من أكتر مناطق العالم إصابة بهذا المرض زي ما شفتوا توزيع السمنة في العالم. لكن القصة مش بس سمنة، لأن زي ما قلنا الولايات المتحدة الأمريكية فيها نسبة سمنة عالية، لكن ما عندهمش استعداد جيني لهذا المرض عالي، ومع ذلك تأن اقتصاديات الدولة من الحالات اللي لا تزيد عن 8-10% من السيدات هناك مصابات بالمرض. فما بالنا باقتصاديات ناشئة وبدول ما عندهاش هذه الإمكانيات والنسبة فيها تصل إلى 30% نتيجة لتغير العادات الغذائية اللي حصلت. ونشوف الصورة اللي بعديها. ايه يعني لما يبقى فيه تكيس مبايض؟ ايه المشكلة لما تبقى فيه ستات عندها تكيس مبايض؟ ايه المشكلة لما تكيس مبايض يوصل الى خمس سيدات المجتمع ده ولا تلت السيدات؟ نشوف الصورة دي. الصورة بتقول ايه اسباب تأخر الحمل في الفترة الاخيرة. اللي على شمال الصورة بتوضح ايه الاسباب الشهيرة لتأخر الحمل عند السيدات، وبتقول ان 40% او اكتر من اسباب تأخر الحمل عند السيدات سببها اللي باللون الاخضر الغامق ده، اوفيلاتري ديس اوردر، مشاكل التبويض. يعني قرب نص السيدات اللي بتشتكي بتأخر حمل عندها مشاكل في التبويض. ناخد السيكتور ده، الستات اللي عندها مشاكل في التبويض، نروح ليمين الشاشة نلاقي 85% من السيدات اللي عندها مشاكل في التبويض سببها تكيس مبايض. يبقى إذا حبينا نجمل نقول إن السبب الرئيسي لتأخر الحمل
في السيدات في العالم كله هو مرض تكيس المبايض، وخاصة في منطقتنا، وهو السبب في نشوء مجموعة من الأطباء اسمها أطباء تأخر الحمل وطبيب تأخر الحمل. 50-60-70% من المريضات اللي هيترددوا على عيادته هيكونوا في منطقتنا، هيكونوا مريضات تكيس مبايض، لأنه وحده يمثل 85% من حالات مشاكل التبويض، ومشاكل التبويض تمثل قرب 50% من حالات تأخر الحمل، وبالتالي هو نسبته عالية ومؤثر جدا في اقتصاديات دول وفي حياة السيدة وفي ظروفها وفرصها الإنجابية والحياتية. مش بس القصة ان الدورة بتتأخر، مش بس ان في تأخر حمل، هنشوف المشاكل لما نستعرض الأعراض في الحلقات القادمة. يبقى هو مؤثر في اقتصاديات دول، منتشر، انتشر مع تغير العادات الغذائية والاستعداد الوراثي، هو السبب الرئيسي لتأخر الحمل في العالم قاطبة هو تكيس المبايض. نشوف الصورة اللي بعديها، وبالتالي من هنا جت أهميته. والصورة دي عرضناها أكتر من مرة، قلنا أن السبب الرئيسي للإصابة وظهور تكيس المبايض في سيدة عندها استعداد وراثي أو جيني هو اللي باللون الأحمر في النص ده، إنسولين ريزيستنس، مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين. طب يا دكتور، مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين دي بتيجي منين؟ نشوف الحاجات اللي موجودة فوق، بنلاقي كده على شمال الشاشة جيناتكس، ناس عندها استعداد وراثي، عندهم استعداد وراثي في العائلة الإصابة بالسكر غالبا. نمرة 2 ايجين، كل ما نتقدم في السن كل ما جسمنا بيقاوم هرمون الانسولين اكتر. طب دي حاجات ما نقدرش نغيرها. نيجي بقى للي في النص ما بينهم، اوبيزيتي اند ان اكتيفيتي، الزياده في الوزن المضطرده وعدم ممارسه الرياضه، دي من الحاجات اللي بتزود الانسولين ريزيستنس. ميديكيشنز، في بعض الادويه الاستمرار عليها لفترات طويله زي الكورتيزون بتزود مقاومه الجسم لعمل هرمون الانسولين. ورير ديس اوردرز، دي الاسباب اللي تخلي عندنا مقاومه في الجسم لعمل هرمون الانسولين. طب مقاومة الجسم لعمل هرمون الانسولين اللي شفنا الفيديو الرائع ليها الحلقة السابقة يؤدي لايه؟ نرجع للصورة تاني. لو واحد عنده انسولين ريزيستنس ومقاومة في الجسم لعمل هرمون الانسولين، هنلاقي الاسهم اللي تحت بقى على يمين الشاشة، اول حاجة بي سي او، الاصابة بتكيس المبايض. نمرة 2 اثروسكلروز، تصلب الشرايين. نمرة 3 ديسليبيديميا، اختلالات الدهون الثلاثية والكوليسترول. نمرة 4 هايبرتنشن، الاصابة بضغط الدم. نمرة 5 تايب 2 دايابيتس، الاصابة بداء السكري من النوع الثاني. يبقى الانسولين ريزيستنس مشكله تنشا باستعداد جيني، حضرتك بتظهرها اكتر باختلال في العمليه التمثيل الغذائي وفي نوعيه الغذاء وفي الاكتيفيتي وفي النشاطات الحياتيه، وتؤدي الى مشاكل طبيه مستقبليه عند السيدات في سن 20-30 سنه وسن حمل وانجاب، دوره واختلالها وتاخر حمل اسمه تكيس مبايض، لكن ليتر اون قدام عند سن 40 سنه الاصابه بالسكر والضغط والكوليسترول المرتفع والدهون الثلاثيه المرتفعه وتصلب الشرايين، يبقى الموضوع له اثار مستقبليه ممتده. عايزين نحسن الحالة الغذائية والصحية عشان الصحة الإنجابية، ثم بعد كده الحياة والممارسات الحياتية تبقى أفضل في ظل الأمراض المزمنة اللي الطب لم يملك لها شفاء حتى هذه اللحظة. ونشوف الصورة اللي بعديها، والصورة دي بتتكلم ووريتها لحضراتكم المرة اللي فاتت على الانسولين ريزيستنس. عايزين نعرف إن طب ايه يعني، ايه الانسان اللي عنده مقاومة في الجسم لعمل هرمون الانسولين ده، ايه المشكلة؟ نلاقي كده كلمة انسولين ريزيستنس موجودة في النص، هنلاقي ان موجود قدام حضراتكم على يمين الشاشة الناس دول عندهم جريفينج فور شوجر، رغبة ونهم في النشويات والسكريات، كونستنت سناكينج، عايزين ياكلوا دايما اكلات ما بين الوجبات على طول، عندهم احساس بجوع، تايرد، عندهم احساس بارهاق مستمر. نلاقي الانسولين في دمهم عالي، ترتفع الدهون الثلاثيه، يرتفع وزنهم، وفي صعوبه في فقد الوزن. طب وايه يعني؟ نخش للدايره اللي في النص، نلاقي المشاكل اللي كل مشكله منها قنبله. نلاقي ايه؟ هاي بلاد بريشر، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع في الكوليسترول والسكر من النوع الثاني، امراض قلبيه، امراض في المراره والتهاباتها، وبوليسيستيك اوفيريان سندروم بي سي او، ده جينا اهو، وللاسف الشديد في زياده في الاستعداد لبعض الاورام غير الحميده خاصه في الرحم وفي الثدي. دي الاثار السلبيه المستقبليه لمقاومه الجسم لعمل هرمون الانسولين، السبب الرئيسي للاصابه بتكيس المبايض في المريضه المعرضه لده عندما يختل عاداتها الغذائيه وانظمتها الحياتيه. كيف نواجه ده؟ ده هنتكلم عليه، بس بستاذن حضراتكم بعد فاصل قصير، فاصل ونواصل تكيس المبايض اسبابه واعراضه.
اهلا بحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير، ونجدد التحيه ونستكمل الحديث عن تكيس المبايض، المرض الذي ينتشر انتشار وبائي. نشوف الصوره اللي معانا، الصوره التاليه، وهي تتحدث مره اخرى على مقاومه الجسم لعمل هرمون الانسولين. هل ده حضرتك؟ الناس اللي عندهم مقاومه الجسم لعمل هرمون الانسولين، انا ترجمتها لكم بالعربي اهو، هيبقى عندهم افراط في اكل النشويات والكربوهيدرات، دايما عندهم رغبه ونهم شديد لده، بيبقى عندهم ارتفاع بسيط في السكر يصاحبه ارتفاع وزياده في افراز هرمون الانسولين. زياده افراز هرمون الانسولين هو لا يستطيع ان يقوم بوظيفته في ادخال السكر للخلايا، فالخلايا جائعه دائما وتطلب الاكل بنهم وتطلب اكل النشويات، والانسولين الذي لا يستطيع ان يدخل الجلوكوز للخلايا يقوم بتخزينه في صوره دهون، ففي زياده مستمره في الوزن مع جوع وتعب وتخزين للدهون ودايره مغلقه يجب كسرها يسبب فيها مقاومه الجسم لعمل هرمون الانسولين. نشوف الصوره اللي بعديها، والصورة اللي بعديها برضو بتتحدث عن مقاومة الجسم لعمل هرمون الانسولين، وده هيؤدي الى الاصابة. دي الامراض اللي بيسببها، هقرا لحضراتكم انها مش واضحة شوية، الى ما قبل داء السكري ثم الاصابة بالسكر من النوع الثاني والسمنة ومتمركزة السمنة في منطقة البطن والامراض القلبية والاحساس بالارهاق المستمر وارتفاع ضغط الدم والرغبة المستمرة في الاكل والجوع والنهم الشديد والالتهابات المزمنة. نشوف الصورة اللي بعديها، هذا هو مرض العصر، مقاومة الجسم لعمل هرمون الانسولين. مقاومة الجسم لعمل هرمون الانسولين تؤدي الى ارتفاع في الانسولين، وارتفاع الانسولين ده هيؤدي الى زيادة في الاصابة بتايب 2 دايابيتس السكر من النوع الثاني، وده بيبقى معاه مشاكل مستقبلية كتير. لو سمحت اخر جملة بتقول lowering your carbohydrates lower your need for insulin، قلل النشويات في اكلك، ده النصيحة، قلل النشويات في اكلك خاصة النشويات المسيئة. هنعمل حاجة اسمها الصيام المتقطع هنشرحه لحضراتكم لاحقا. نشوف الصورة اللي بعديها، والصورة اللي بعديها كمان بتتكلم على مقاومة الجسم لعمل هرمون الانسولين، تاني ترجمتها لحضراتكم بالعربي، اكل كربوهيدرات سيئة بتؤدي الى زيادة في انتاج الانسولين، الخلايا تقاوم الانسولين، يتم تحويل السكر لدهون، وزيادة مضطردة في الوزن وصعوبة في فقد الوزن مع احساس بتعب وارهاق وجوع مستمر. هذه هي ملخص الدايرة المغلقة من مقاومة الجسم لعمل هرمون الانسولين. شوف الصورة اللي بعديها تقريبا بتتحدث عن نفس الكلام، وده الخمول بعد الوجبات، فقدان الوزن بصعوبة، عاشق للحلويات والنشويات، ألام متعددة في الجسم، سمنة في منطقة البطن، إحساس بإجهاد مستمر، وجود استعداد وراثي وحالات سكر في العائلة، زيادة في تخزين الدهون، زيادة في الدهون الثلاثية في الدم، اضطرابات هرمونية، تكيس مبايض وعدم انتظام الدورة وزيادة نمو الشعر وتأخر الإنجاب واضطرابات في السكر وظهور مرض السكر من النوع الثاني. تعالوا نلخص الكلام ده في الفيديو الجميل اللي هنشوفه مع حضراتكم ونختتم بيه الكلام عن ده. بيمثل واحد لكل 10 سيدات، لكن ده النسبة القديمة، 4.3 بليون دولار، 3 أضعاف زيادة في نسبة الإصابة بأورام خبيثة. 50% من الحالات هيجي لها سكر قبل سن 40 سنة، و50% لم يتم تشخيصهم، وعلى الأقل 10% من السيدات عندهم زيادة في شعر الجسم، عندهم بشرة دهنية ودهون في الوجه، عندهم زيادة في فقدان الشعر، عندهم اضطرابات هرمونية وعصبية ونفسية، زي ما قلنا لحضراتكم رغبة في الجوع، جوع مستمر ونهم ورغبة في الأكل للنشويات، تعب وإرهاق بعد الوجبات، نوبات صداع نصفي مستمرة وألام في الجسم، سمنة في منطقة أعلى البطن، زيادة في تخزين الدهون، زيادة في الكوليسترول، قلة في نشاط الغدة الدرقية وبالتالي تقليل معدل الحرق في الجسم، اختلالات هرمونية متعددة، كل ده نتيجة لمقاومة للجسم لعمل هرمون الانسولين. مقاومة الجسم لعمل هرمون الانسولين اللي ادت الى كل ده هتظهر نفسها في زورة امراض، دي حاجات مش واضحة لكم. واحد بيزيد في الوزن على طول عنده تعب وارهاق، يعني هيكون مريض بايه؟ بعد كده هيبتدي يحصل بوليسيستيك اوفيريان سيندروم، مرض تكيس المبايض اللي بيبقى معاه زيادة في نمو الشعر واختلالات هرمونية. نشوف ده بقى اسباب تكيس المبايض ايه؟ لو سمحت باد دايتري تشويس، حضرتك بتختار اكل غلط واكل مليء بالنشويات والدهون المشبعة، وده بيعمل كمان معاه خلل في النظام الدفاعي بتاع جسمك والإميون سيستم، نظامك الوقائي فيه خلل، وده بيؤدي إلى زيادة في سموم في الجسم نتيجة للشوارد الحرة اللي بتطلع من الأكل المستمر للنشويات. هل ده بيحصل في أي حد؟ لا، بيحصل في حد عنده استعداد جيني ووراثي، في جيناتيك تندنسي، وحد عنده سمنة خاصة سمنة في منطقة البطن واستعداد وراثي في العائلة للإصابة بالسكر. وبعدين كمان ظهرت على الشاشة كده واختفت ان في ابحاث حديثة بتقول ان سموم بتتجمع من وسائل التجميل ومستحضرات التجميل قد تساعد في ده.
كل ده يتجمع عشان تصاب السيدة بالمشكلة بتاعتنا اللي اسمها تكيس المبايض. استعداد جيني ووراثي، عادات غذائية سيئة وسوء ممارسة رياضة، زيادة مضطردة في الوزن، شوارد حرة وسموم تزيد في الجسم، التهابات مزمنة في الجسم وأعراض التهابية مع ضغوط حياتية، كل ده يؤدي إلى تكيس المبايض، انسون ريزيستنس اند اوبيزيتي. تكيس المبايض، عدم اختلال الدورة الشهرية، تساقط شعر الراس، زيادة في الشعر في مناطق غير مرغوبة، آلام في البطن والحوض، زيادة مضطردة في الوزن والتفكير الدائم في الحمل والإنجاب وصعوبة الحمل، وأمراض ملاحقة زي الإصابة بضغط الدم وعدم انتظام الدورة الشهرية. كل ده يتجمع عشان يبقى اسمه تكيس مبايض نتيجة استعداد جيني ووراثي، عادات غذائية سيئة، تغير في النشاط الحياتي، تغير في قلة ممارسة الرياضة. كل ده يؤدي إلى الصورة اللي هنشوفها، إن أنا عمال أزيد في الوزن والناس بتقولي بتزيدي في الوزن وبحاول أخس ما بخسش، واصل للمرحلة دي أمسك الميزان نفسي أكسره ما بيتغيرش أي حاجة، عمال بزيد في الوزن حتى لو ما أكلتش وكبات بكمية أكل كتير، وفي صعوبة في فقد الوزن حتى مع ممارسة الرياضة وأنظمة غذائية. نشوف الصورة اللي بعديها، ويتحول شكل الجسم من الشكل اللي له الشكل الكمثري اللي هو الشكل الأنثوي الجميل زي ما قلت لحضراتكم إلى شكل التفاحة الامتلاء في منطقة البطن، وده من العلامات المشيرة إلى وجود مقاومة في الجسم لعمل هرمون الإنسولين، السمنة المتمركزة في هذه المنطقة. ونشوف الصورة اللي بعديها، وزيادة مضطردة في الوزن، أكره نفسي، أكره وزني، أفاجأ كل ما أقف على الميزان. والصورة اللي هوريها لكم هي اللي جبناها في الفيديو. نشوف الصورة اللي بعديها، هي دي الأسباب للإصابة بتكيس المبايض. في خمس عوامل زي إيد كده الواحد تؤدي الإصابة بتكيس المبايض. نشوف الصورة على يمين حضراتكم في الصورة، استعداد جيني ووراثي، دي الكروموزومات، باد دايتري تشويس، اختيارات سيئة من الأغذية المليئة بالنشويات والدهون المشبعة، ضعف في نظام المناعي نتيجة لتجمع الشوارد الحرة والسموم من الأكل الجانج فود، وده يؤدي إلى زيادة في الوزن، وكل ده يتجمع إلى مقاومة في الجسم لعمل هرمون الإنسولين يؤدي إلى الإصابة بهذا الملعون تكيس المبايض. نشوف الصورة اللي بعديها، يعني القصة بتمشي خمس عوامل كده، ايت فود، بتاكل اكل بس اكل نوعيته سيئة، نشوياته عالية ودهونه عالية، ميك انسولين، الانسولين بيزيد في جسمك، نمرة ثلاثة، الخلايا غير حساسة للإنسولين، تقاوم الإنسولين ولا تستجيب له، الإنسولين لا يستطيع إدخال الجلوكوز للخلايا، الجلوكوز عالي في الدم لكن الخلايا مفتقرة للجلوكوز، الخلايا تصرخ من قلة الجلوكوز، فالإنسان ده عنده تعب وإرهاق بعد الوجبات ورغبة مستمرة في الأكل، إن خلايا جائعة رغم أنه بيأكل والسكر في دمه بيعلى، لكن الإنسولين اللي بيقوم بالمهمة بتاع إدخال الجلوكوز ده للخلايا عشان تشعر بيه وتعمل طاقة مش قادر يشتغل. طب مش قادر يعمل ده، يقوم يحول الجلوكوز الزائد ده الى دهون، فانا بزيد في الوزن، ولما ازيد في الوزن مقاومه الجسم لعمل هرمون الانسولين تزيد، فالمشاكل تزيد، ورغبه في اكل النشويات اكتر، وارهاق اكتر، وتعب مستمر اكتر، وعدم تركيز، والقدرات العقليه والابداعيه تقل، ووخم بعد الوجبات، واصابه بصداع مستمر ونوبات من الصداع النصفي، ورغبه في النشويات والسكريات، كل اكتر، يزيد الانسولين اكتر. نرجع هنا، مور انسولين از نيدد، انسولين يزود فات ستورج، والدهون تتمركز في منطقه البطن. نشوف الصوره اللي بعديها، وبالتالي هي دي الناس اللي عندهم مقاومه في الجسم لعمل هرمون الانسولين، رغبه مستمره في اكل النشويات والسكريات والاطعمه اللي ملحها عالي، زي ما نشوف كده الشباب كلهم ماشيين اللي بياكل سناكس والبسكوت والحاجات المقرمشات اللي فيها ملح عالي، إرهاق مستمر، دخول مستمر للحمام وزيادة في كمية البول، تنميل في الأطراف في الإيدين والرجلين وإحساس بتنميل وألم فيهم، الرغبة المستمرة في الأكل increase hunger and thirst، أنا على طول عطشان عايز أشرب سكريات عالية، على طول جعان، وأكلي اللي محتاجه يبقى فيه نشويات عالية نتيجة لمقاومة في الجسم لعمل هرمون الإنسولين. أرجع تاني وأوري حضراتكم الصورة اللي بعديها، مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين هي عبارة عن ده، بتيجي بسبب استعداد جيني ووراثي على شمال الشاشة قدام حضراتكم، ايجينج، تطور السن والعمر، الحمل والولادة بيقاوم الانسولين ويظهر مرض السكر، pregnancy is diabetogenic، الدكاترة يعرفوا الجملة دي، بعض الأدوية، لكن الأهم من ده كله لايف ستايل. يبقى هم عاملين رئيسيين، استعداد وراثي وتغير في نظام ونمط الحياة والأنماط الغذائية. نرجع كده للصورة، انسولين ريزيستنس هيعمل ايه؟ هيعمل حاجة اسمها اندرويد اوبيزيتي، موجودة قدام حضراتكم على اليمين فوق، تمركز الدهون في منطقة البطن نتيجة لزيادة في تخزين الدهون وتغير في التمثيل الغذائي للدهون،
زيادة الإنسولين في الدم هيؤدي إلى بعض الاختلالات الهرمونية، نوصل إلى كلمة تكيس مبايض، إلى البشرة الدهنية، إلى حب الشباب، إلى الزيادة في شعر الجسم، إلى الزيادة في هرمونات ذكورية، إلى إنفرتيليتي. ليس بالضرورة أن كل مريضة تكيس مبايض يبقى عندها كل هذه الأعراض، لكن دي الأعراض الأكثر وضوحا. ووري حضراتكم تاني الصورة اللي بعديها ونأكد تاني، الناس اللي عندهم الإنسولين ريزيستنس ده بسبب السمنة وعدم ممارسة الرياضة واستعداد جيني وزيادة العمر بتظهره أكتر، وبعض الأدوية وبعض الأمراض اللي مش مشهورة قوي، لكن في النهاية ده هيؤدي إلى تكيس مبايض وسكر وكوليسترول وزيادة في تصلب الشرايين وضغط الدم. الصورة اللي بعديها بعد إذن حضراتكم نفس القصة، مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين، رغبة مستمرة ونهم في أكل النشويات، إرهاق مستمر، اختلالات هرمونية اسمها تكيس مبايض، زيادة في الوزن في منطقة البطن، صعوبة في فقد الوزن، إحساس بجوع مستمر، آلام مستمرة في الجسم وصداع مستمر. ونشوف الصورة اللي بعديها واللي انتوا حضراتكم هتسألوني عنها وهجاوب عنها بالتفصيل المرة الجاية. ايه الأغذية اللي لما بناكلها، ايه الأوعيات الأغذية اللي تغير النظام الحياتي للناس وبقت نوعيات الأغذية دي مكتوب على الصورة، ايه الأغذية اللي تصيب بتكيس مبايض؟ هو مفيش حاجة اسمها كده، مفيش غذاء يسبب تكيس مبايض. نوعية ونمط الغذاء اللي يؤدي إلى مقاومة في الجسم لعمل هرمون الإنسولين واللي بيرفع هرمون الإنسولين هي اللي بتؤدي في النهاية إلى تكيس مبايض. عايزين نعرف إيه أنواع الأغذية اللي أكلها يؤدي إلى مقاومة في الجسم لعمل هرمون الإنسولين ويظهر هذه المشكلة على المدى البعيد. هخلي الأغذية دي هوريها لحضراتكم الحلقة الجاية بالتفصيل، لكن نشوف الصورة اللي بعديها، ده اللي هيبقى النتيجة، الإحباط المستمر والإحباط اللي بيجي للناس دول نتيجة لزيادتهم في الوزن واضطرابهم النفسي وصعوبة في فقد الوزن يؤدي إلى أنهم يأكلوا أكتر، زيادة في الوزن أكتر، متمركزة في منطقة البطن، اختلالات هرمونية، ما بقاش في دورة منتظمة، ما بقاش في حالة نفسية كويسة، ما بقاش في نوم كافي، بقى في إحساس بإرهاق مستمر، انسحاب من الحياة. وهذه النظرة القلقة مع الزيادة في النهم في أكل النشويات والسكريات مع الزيادة في الوزن وزيادة مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين، ندخل في هذه الدائرة التي لا تنتهي من الاختلالات الهرمونية، ونتيجة لده هيحصل تكيس مبايض. وده الصورة اللي بتبين الميكانيزم ازاي بيحصل تكيس المبايض ده، وحوريها لحضراتكم برضو بالتفصيل في الحلقة القادمة. لكن اللي عايز أكد عليه أن تكيس المبايض هو سببه استعداد جيني ووراثي واستعداد وراثي للإصابة بالسكر في العائلة، وزيادة في الوزن مضطردة نتيجة لتغير عادات غذائية، ورغبة مستمرة في النشويات والسكريات، وقلة ممارسات حياتية للرياضة مع الضغوط الحياتية. كل دي العوامل اللي تنصهر مع بعض تؤدي إلى تكيس المبايض، واللي زادت في الفترة الأخيرة أدت إلى الزيادة في إصابة بتكيس المبايض. وعايز أفكر حضراتكم إن دي دايرة مغلقة اللي بيدخل فيها بيبقى صعب جدا الخروج منها، ورغم إن إحنا بنقوله كلام علمي وموثق، لكن الكلام ده الناس ملاحظاه والناس ابتدت تشعر بيه، وكانت النتيجة الكوميكس اللي وريتها لحضراتكم اللي منتشرة على الفيسبوك واللي حسيب حضراتكم تنظروا ليها بإمعان عشان تعرفوا الدائرة المغلقة اللي الدخول فيها خطر ياريت ما ندخلهاش، واللي يدخل فيها يحاول يخرج منها بسرعة. إلى أن أعود وألقاكم الحلقة القادمة واستعرض مع حضراتكم كيف نقاوم مقاومة الجسم لعمل هرمون الإنسولين وإيه الأغذية الضارة وإيه الأغذية المفيدة، هسيب حضراتكم مع الصورة دي. إلى أن أعود وألقاكم أترككم، سلام الله يحيط بكم ويرعاكم.